أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لازلنا مع الآية 35 من سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. ذكرت يوم أمس أن كلمة النور لا تنحصر بما نراه، ما نعرفه من الحس، النور الحسي، النور الذي كل الناس يعرفون. لما تقول نور يعني هذا الضوء الذي نرى، ضوء الشمس، ضوء القمر، ضوء المصابيح، وإنما تطلق على شيء آخر أيضا، الشيء الذي يكون ظاهر بذاته كما يعرفون النور، ومظهر لغيره. هو هذا ينطبق أيضا بمعنى آخر على القرآن الكريم وعلى الآية الكريمة التي ذكرتها. فنستطيع أنه لا نحصر فقط النور بالحس، وهذا من تطبيق الحقيقة للآية الكريمة أن نقول أن النور هو الضوء. خلنا نقف مع معاني الآية حتى بعدين نروح إلى بعض يعني معاني الكلمات فيها. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. حينما كان هذا المعنى دقيق وصعب على الأفهام ولا يحق ليس كل إنسان يفهمه، فالله تعالى قرب بمثل وقال مثل، ولا كان واضح لا يحتاج إلى مثل، باعتبار نحن الآن حينما نقول مثلا أقم الصلاة، آتي الزكاة، ما يحتاج نقول مثل ما كذا، واضحة. أقم الصلاة يعني هو شغلة أنه إنسان يصلي، هذه الصلاة المعروفة. ولكن لما يأتي الأمر إلى النور الذي الله تعالى يريد أن يقول الله نور السماوات والأرض، تحتاج إلى مثل. والمثل هذا أيضا عميق جدا، بحيث أنه حتى لو استمرنا في ليالي لا نصل إلى شيء حقيقة. مثل نوره، ضرب مثلا حتى يقرب الفكرة للأذهان. كمشكات، المشكات هي الكوة، الكوة فتحة في الجدار لا تنفذ إلى الجهة الأخرى، يعني مو شباك، الشباك بينافذة، يعني فيك تطلع من عند الشباك، و الكوة فتحة في الجدار لكن لا تخرج على الجهة الأخرى، هذه يسموها مشكات في اللغة. كمشكات، هذه المشكات فيها مصباح. قبل كان يخلون مصابيح فانوس في هذا المكان، مكان واحد حتى لا يكون الرياح تأتي إلى مثلا كذا، ولهذا يخلون عليه زجاجة، هذه المصابيح القديمة الفوانيس فيها زجاجة. الزجاجة لابد تكون شفافة جدا، واضحة، يمر النور من خلالها، تعكس النور. فالقرآن الكريم يعبر عنها زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الكواكب التي تشرق، زجاجة بلورة صافية حتى الإنسان يشوف من خلالها. هذا المصباح يوقد من أين؟ يوقد من شجرة. هذه الشجرة يعبر القرآن الكريم عنها أنها مباركة، و يقول أنها زيتونة، هذه الشجرة زيتونة يعني زيت، وكما يقول أفضل أنواع الوقود اللي استخدم سابقا هو الزيت. هذه الشجرة الزيتون التي يعصرون زيتونها حتى يسووا إلى زيت يشعلوا به الفانوس، هذه لا شرقية ولا غربية، يعني أنه الشمس تشرق عليها من الصباح إلى الغروب، يعني ما صايرة في جنب مثلا بالبستان والحيط يمنعها، وإنما
الشمس تأتيها من الصباح إلى أن تغرب، فليست في الجهة الشرقية أو في الغربية، هذه طبعا معنى العام، وإلا في معاني أخرى، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها لشدة هذا الزيت لشدة جودته يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذه في المعاني العامة، لكن في معاني أخرى سوف نبينها. قلنا أنه النور إلى معاني كثيرة، من هذه المعاني قلنا الإيمان، الإيمان هو نور الإنسان، العقل نور الإنسان، وبينت أمس بشكل مختصر عن هذا. من الذي أعطى خاصية النور للأشياء؟ هو الله تعالى، هو الذي أعطى للأشياء، أعطى للعقل قدرة على أن يكون ينور حياة الإنسان، ولذلك الذي أعطى لهذه الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات مثلا الكفر، ظلمات الشرك، الذي أعطاها ونورها هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة الحديد الله تعالى يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر يعني بمعنى الواضح، الواضح. نأتي إلى معنى النور وبشكل تفصيل أكثر. عبر القرآن الكريم عن الكمال، لما الإنسان يوصل يتعب على نفسه ويصل إلى درجات عالية في الكمال، عبر عنه أنه هذا الإنسان على نور وعلى بصيرة من أمره. القيم العالية نور للإنسان. الهداية كما يقولون في بعض التفاسير أنه معنى النور، الله تعالى نور، الله هادي، يعني الله يهدي الناس، والهداية من الله تعالى. الإسلام نور للإنسان، لأن الإسلام معرفة ماذا؟ معرفة النور. لو أردنا أن نعرف ما هو الإسلام، نقول أنه الإسلام أن الإنسان إذا عرف النور فعرف الإسلام. أما لو مسلم ما يعرف شيء، ما يعرف ولا شيء، حياته ظلمات كما ذكرت أمس، حياته دائما متكئب، دائما متأذي، دائما عنده مشكلة، دائما مثلا يتبرم، دائما يحقد، يحسد إلى آخره، حياته ظلام في ظلام، ظلام في. لم يعرف من الكتاب إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه. الله تعالى يقول عن القرآن الكريم: إنا أنزلنا التوراة، أيضا عن حتى الكتب الأخرى، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام أيضا فيها نور. وهناك فقرة في دعاء الجوشن الكبير الذي نقرأه في شهر رمضان، أريد أن أذكر هذه الفقرة لأنه نحن إن شاء الله سوف يأتي ونقرأ هذه الفقرات وهذه الأدعية العظيمة، ليس لغرض الثواب، ليس الثواب هو اللي يخلينا نجتمع لليل ونقرأ، وإنما هذه الأدعية فيها علوم، فيها معارف، فيها عقيدة، فيها كل شيء. علينا حينما نقرأ الكلمات نعرف ماذا نقرأ، وإلا ليست قضية أنه الإنسان مجرد أنه يعني يعبي وقت، أنه ساعة دعاء جوشن يأخذ وكل ساعة يقلب الصفحة خلص الدعاء ولا بعده، ده قضية، مش قضية أنه اقرأ فقرة واحدة من الدعاء بفهم وسوف تصل إلى النور. في هذه الفقرة أعتقد 47 يقول الدعاء: يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا نور كل نور، يا نورا بعد كل نور. شوف العظمة. ماذا نستخلص من هذا؟ يقول أول شيء كما في القرآن الكريم أن النور يرمز إلى حقيقة أكبر منه. النور دائما كما ذكرنا في رمز من خلاله يرمز لحقيقة أكبر من الله عز وجل. يقول في سورة البقرة آية الكرسي يقول: يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهو رمز يعني من الشرك، من الشك، من الشرك، من الكفر إلى الهداية، طلعهم من الهداية إلى النور، نور الهداية يعني، ومن ظلمات الكفر ومن ظلمات الشك ومن ظلمات الجحود إلى نور الهداية. يقول أيضا تعني كلمة النور كما ذكرنا الهدى، ولهذا يقول الله تعالى في كما في هذا الدعاء المعروف الذي كما يقال نزل به جبرائيل على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات: يا نور النور. نور النور، رمز النور ومصدر النور هو الله سبحانه وتعالى، وليس هناك مصدر آخر للنور إلا الله عز وجل. المصادر الأخرى
تأخذ من، لا نقول القمر أو الشمس أو كذا، هذه مصادر النور مستغنية بذاتها، وأن الله اللي أعطاها النور، الله الذي أفاض عليها. بعد العبارة الأخرى يا منور النور، الله تعالى كما أنه أنطى النور بالبداية أفاض النور، أيضا يقسط ويرسم مسارات النور للإنسان. في واحد ينطي نور 10%، في واحد ينطي مثلا 20%، في واحد ينطي 100%. الله تعالى مو بس يبدأ ينطي للإنسان نور، وإنما أيضا في واحد ما يتحمل النور، فالله تعالى يرسم مسارات ويرسم خطة للإنسان في أخذه للنور أيضا في الحياة. كل إنسان فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، حينما ينزل المطر الصخرة الحجارة القوية لا تأخذ منه شيئا إلا بس تبلل، لكن الأرض الزراعية تأخذ الكثير وتعطي أيضا الكثير. القلب الذي يكون كالصخرة المواعظ لا تنفع معه لو 100 سنة، ولكن بعض القلوب كما يعبر القرآن، حتى المسيحيين هؤلاء يعبر عنهم يبكون، لا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين، إلى آخر الآية، قالوا إننا نصارى. حتى بعض الناس اللي من غير المسلمين عندهم هذا الخشوع وهذا اللين الذي عندهم. الإنارة تعالى الله رسمها، نحن الآن نوزع الإنارة في الصالة في المسجد في البيت، نوزعه الآن، ما ننتي بكل المصابيح اللي بالزاوية، هذا غير صحيح. الله تعالى أيضا يقسم هذه الإنارة كما وزع النجوم بالسماء وزين السماء بالنجوم، أيضا زين قلب المؤمن وعقل المؤمن بالنور، وزعه عليه وفقا لمبادئ. ولذلك هذا الفيض الإلهي، هذا الفيض الإلهي خاضع لخطة. نحن الآن نعرف أنه إعطاء الفقير شيء جيد، كل إنسان يقول أنا أعطي الفقير الحمد لله، لكن إعطاء الفقير على خطة الله غير على خطة الإنسان. خطة الإنسان أن يعطي للفقير فنقول هذا سوى عمل زين، ولكن خطة الله تعالى أن تعطي للفقير من مالك الحلال، أن تعطي للفقير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا مو حتى من علي. والله يا ناس شوفوني انطى 20 دولار، انطى 1000 دولار، انطى كذا، لا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا عمل نوراني ضمن خطة الله تعالى. العمل الآخر حتى لو شفنا أنه نور لكن هو ظلام، حتى لو كان بمساعدة الآخرين لكنه ظلام في ظلام. يا خالق النور، هذا امتداد أيضا للكلمات الأولية، يا خالق النور، يا منور النور، المخطط لما هو خير. فما دام النور من الله تعالى يبدأ من الله عز وجل، فإذا سوف يستمر أيضا ضمن خطة رب العالمين. يا مدبر النور، أيضا الله تعالى يدبر للإنسان كما يدبر الليل والنهار، يدبر الليل والنهار، ونجد أنه كل ما هو خير بالحياة، كل ما هو خير عند الإنسان الله تعالى يدبره، يخطط يديره، يعني إدارة كاملة. نحن لا نظن هذا، واحد يقول فلان مخترع، واحد مخترع سوى الآن اختراع حتى لو غير مسلم، نحن نقول هذا الإنسان ما شاء الله مخترع، الذي أعطى هذا الإنسان والذي أفاض على هذا الإنسان هذه الومضة. كثير من المخترعين يظل 10 سنين يمكن يفكر لا يصل إلى شيء، ولكن يجلس تحت شجرة فتقع تفاحة في الأرض فيبتكر منها فكرة واختراعا. من الذي قدح هذه الفكرة في ذهنه؟ الله تعالى، حتى لو كان غير مسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى يعطي ضمن خطة، إذا تعبت أيها الإنسان وإذا ثابرت وإذا اجتهدت سوف يعطيك. والله ما عنده صحبة مع المؤمنين وعداوة مع الكافرين، الكافرين يعني غير المسلم يعني. لا، يعطي لكل الناس إذا أتقنوا عملهم، ولا يعطي للمسلم إذا لم يتقن عمله، وهذه الحياة أمامنا. المؤمنون الذين يعيشون كل على الآخرين ليس عندهم شيء، وغير المؤمنين أو غير المسلمين الذين عندهم إتقان لعملهم وعندهم جد، كما يقول السيد المحسن الأمير رحمه الله، كان يقول كان يعجبني في هؤلاء الفرنج، يعني الأجانب الإنجليز ذاك الزمن، يعجبني هؤلاء أنهم عندهم إتقان
في عملهم وعندهم مثابرة. يطلع الصبح مثلا يعمل بجد ويتقن عمله. ولهذا أنت الآن سلم بعض الأعمال حتى إلى الآن في زماننا، سلمها إلى واحد، لا أقول بالمطلق ها، ليس كل الناس، حتى لا أحد يفسر كلامي غير معناته، بشكل عام جيب واحد من جماعتنا مثلا أنطي شغلة بالبيت أو كذا، شوف النتيجة ما هي. بلادنا الآن يبلطون الشارع بعد كم شهر، تجي المطر كل شيء ينتهي، هنا ما يصير هذا الشيء، غير موجود. نعم. فالله تعالى يعطي، هو المنظم، هو البادئ أول شيء، وهو المنظم للنور، عنده يمشي في مسارات معينة وهو المخطط له. يا نورا قبل كل نور ويا نورا بعد كل نور. الله تعالى مصدر كما ذكرنا النور، تتفرر الأنوار كلها من عنده، وأنه الله تعالى يبقى نوره ما بقيت هذه الدنيا، وليس هناك زوال طبعا لهذا، لأنه أبدي سرمدي دائم، ولهذا لا يمكن أن نقيس. مبادئ الأخرى، مبادئ غير الله تعالى، مثل العلمانية مثلا، الناس الذين ليس عندهم علاقة بالله تعالى، هذه المبادئ الذي نلاحظه فيها أنها إلى زوال، يمكن تبدأ قوية وتبدأ جيدة والناس يحبوها، ولكن بعد فترة سوف ينتهي يؤول أمرهم إلى النهاية. ولهذا من بعض التفاسير التي تفسر بهذا أنه يا نورا بعد كل نور، سيبقى هذا النور بامتداداته، عبر أن يأتي إنسان خليفة لله تعالى، وهو الإمام الحجة صلوات الله عليه، الذي سينشر هذا النور في آخر الزمن. هذه بعض يعني بعض الفقرات في دعاء الجوشن، ولا أريد أن أفصل أكثر من هذا. فإذا الله تعالى ليس كمثله نور، هو مبدئ النور، هو نور كل نور، هو معطي كل نور، وهكذا هذه متناسقة مع صفاته عز من قائل. لماذا يقول البعض، لماذا لا نرى هذا النور في حياتنا؟ نحن الآن نعيش، واحد يقول لا نشعر بهالكلام في حياتنا، حياتنا أنا ماشي عادية ما نحس بهالشيء. لماذا؟ إنما اختفى هذا النور لشدة ظهوره. أحيانا الشيء لكثر ما موجود ما ينشاف، هذا الشيء موجود. نعم، أتذكر يعني بعض الناس يقول إحنا ما نحس بالله موجود معنا، لا نحس به. نقول هو متى غاب الله تعالى حتى لا نحس به؟ أنت لما تأكل على المائدة ويصير الإفطار، الله مش موجود معك. لما تريد تنام على الوسادة، الله مو موجود معك. لما تريد تطلع للشغل، الله مو معك. لما تعيش في همومك وفي آلامك وفي كل سكناتك، الله تعالى معك. ولكثر حضور الله تعالى معنا خفي علينا، ما نشوفه، لأنه حاضر بقوة. ولذلك لا يخلو، لأنه لا يمكن أن تقول أنه في مكان ما في الله موجود، والعياذ بالله أبدا. شاعر الخيام، شاعر الإيراني المعروف خيام، عند رباعيات، في رباعيات يقول في ترجمتها، يعني يقول سمعت أنك خالق عذاب فتعجبت، قلت أين سيكون هذا العذاب؟ أفي مكان أنت فيه؟ فمكان الذي أنت فيه لا عذاب فيه، أم في مكان لست فيه؟ دلني عليه، دلني عليه. لاحظ، انتبهوا إلى هذه. يقول سمعت أنك خالق عذاب، أنا عرفت أن الله في عنده عذاب. زين، العذاب وين يكون؟ في مكان أنت فيه لا عذاب فيه، في مكان أنت ما موجود فيه دلني حتى أروح فيه، حتى ما تعذبني. إشكال فيلسوف هذا الشعر، لكنه فاته أنه من قال لك أن عذاب الله تعالى نعمة؟ قد يكون عذاب رحمة لبعض الناس، رحمة وعين الرحمة وعين العدل. فلهذا لا نقول أنه مكان اللي بيه عذاب يعني الله ما موجود فيه، الله موجود في كل مكان. ولهذا تقييم الناس ومنازل الناس على ضوء شعورهم بهذا الحضور. ذاك الأستاذ الذي كان يحترم طالب من طلابه، غار منه الطلاب الآخرون، قالوا لماذا تكرمه، لماذا تفضل علينا؟ قال لي شيء واحد سأبينه لكم بالتجربة. قال لطلابه
يوم غد لا يأتي أن أحد إلا ومعه دجاجة وقد ذبحها في مكان لا يراه أحد. ثاني يوم طلاب كل من جايب دجاجته معه إلا هذا الطالب، قال له لماذا تذبح الدجاجة؟ قال لأنه أنت قلت في مكان لا يراكم فيه أحد، وأنا وين ما رحت لا أجد مكان مثل هذا المكان، كلما رحت أرى الله تعالى، كما كان إمامنا علي عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده وفيه. أي مكان ليس فيه الله تعالى، ولهذا الذي يشعر به الشعور ما يعصي الله، ما يعصي، ولكن يعصي الذي لا يلتفت إلى هذا. أذكر قصة طريفة، هي حوار شعري ولكن ألخصه جميل، يبين لك لماذا لا نرى الله تعالى، لماذا الملحد يقول ما موجود الله، لماذا؟ هذا الحوار خلاصته يقول أن الأسماك يوم من الأيام عقدوا مؤتمر، الأسماك كمان عقدوا مؤتمر، مو بس الحكام العرب أيضا، عقدوا مؤتمر. ما هو الهم اللي عندهم؟ همهم يسمعون الناس يقولون ما وما، ما يعرفوا ما هو الماء، فيردون يعرفون ما هو الماء. أقبلوا إلى كبيرهم، إلى شيخهم يعني، قالوا طيب إحنا نريد نعرف ما هو الماء. قال لهم أنا ما راح يعني أستطيع أن أبين لكم، أنا ما راح فينا أحكي لكم ما هو الماء لأن صعب أفهمكم، لكن هو عنده خبرة. فرد يوم من الأيام، هذا كبيرهم زعيمهم، فرد يوم من الأيام جاءت الأمواج وألقت به وين؟ خارج البحر. هذا يصير، فشوية ظل يتقلب على الشاطئ يعرف قيمة الماء، بعدين جت موجة أخرى رجعته، هو عنده خبرة يعني، كبير السن بالعادة عنده خبرة، ولهذا لا أحد يستصغر كبار السن لأنه والله ما متعلم وكذا، لا عنده خبرة. الإنسان مهما كان فخبرته ينتفع بها الآخرون. قال لهم أنا راح ما راح فيني أحكيكم وأقنعكم، لكن أدعو الله تعالى أن يبعث لكم فد موجة ماء حتى زدكم خارج البحر وتعرفوا ما هو الماء. حقيقة شيء يعني عمل حكيم، لأنه الإنسان لكثرة انغماره بالسمكة، هي عايشة في الماء، تسبح بالماء، تبلع الماء 24 ساعة ما تعرف ما هو الماء. نحن لكثر ما أنه الله يعيش معنا ليل نهار وهو معكم أينما كنتم، نشوفه ما موجود معنا. الملحد من عجائب الأمور أن الملحد يقول وين الله، الله ما موجود، وما يدري هذا النفس، هذا اللسان اللي يقول به وين الله، من الله تعالى، يمكن الله تعالى يشل له اللسان يكون أخرس، نفس اللسان أعصاب بيه كل شيء بيه لكنه ما يشتغل، نفس الأذن كل شيء ما بيها لكن ما يسمع، هذا الطفل يجي للدنيا لا يسمع. من عجب أنه الله تعالى يعني سبحان الله حلم على الناس طويل حقيقة. هذا الإنسان اللي هو بيده، البيد اللي الله أنطاه يعصي، بالعين الذي الله أعطاه إياه يعصي، باللسان الذي اللي الله تعالى أعطاه إياه يكفر، وإلى آخره. فإذا هذا خلاصة، لأنه الآن أيضا الوقت تقريبا طال علينا، لكن راح أختم بحديث في واقع الأمر، لأنه عندنا بعض التفاسير تدعو إلى أن نوسع من معنى الآيات الكريمة حتى توسع أذهاننا. ومن معاني النور هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله صلي على محمد وأهل بيته الطاهرين. وهنا آية واضحة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي عن النبي تعبر سراج ضوء، بعد في أحسن من النبي يضيء للناس اللي كانوا في جاهلية في ظلمات. وأيضا أهل البيت سلام الله عليهم أنوار، في زيارة جامعة، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. الأئمة عليهم السلام النور، ولهذا في تفسيري نور على نور يقول إمام بعد إمام. نعم، وفي تفسير الآية من في الروايات أنه شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، شجرة إبراهيم عليه السلام الخليل، لا شرقية لا للمسيحية ولا لليهودية، وسط أمة وسطة، شجرة طيبة. وإبراهيم دعا الله تعالى أن هذه الشجرة تثمر، ولهذا الآية الكريمة تشير كما تشير الروايات نور على نور. ولنستمع إلى كلمات، نختم بكلمات سيد الشهداء سلام الله عليه، الذي نجلس في مجالسه ونشوف عظمة الحسين مو بس في الحرب يعني وكربلاء. اسمعوا إلى كلمات أبي عبد الله الحسين التي ما زالت تتردد في صحراء عرفة، على صعيد عرفة، يقول أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك
حتى يكون هو المظهر لك؟ يعني هل معقول أنه أنا أستدل أنه الله موجود من خلال مثلاً بعض الأشياء مخلوقات؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ متى غبت يا رب حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ إلهي نختم بهذه المناجات، إلهي وخالقي إن قلبي يتفتح لتلقي نورك في هذه الأيام العظيمة رمضان الذي يغمر القلوب بالهداية والرحمة. إلهي ها نحن قادمون إليك في هذه الأيام وبأيدينا مفتوحة بالضراعة إليك لنرى نور جمالك وبهائك التي ملأت بهذا الكون. إلهي خذ بأيدينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات، أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا بالقرآن الكريم، ينور قلوبنا بهذه التعاليم العظيمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الله صلي على محمد وآل محمد.